ثقافتي هويتي هو شعار هذه الاحتفالية، لأن الثقافة والهوية متلازمان في أهميتهما، في تأثيرهما المتبادل، فبلا ثقافة ليس هناك هوية. أكيد عم نرجي بهذا اليوم الافتتاح عدة نماذج من إنتاجات وزارة الثقافة، ومن الفكر الجديد اللي نحن عم نتطلع له إن شاء الله بالأعمال القادمة 2021 باستخدام التقنيات البصرية. اللي فرحني أنا أكثر شيء إنه اللي عم يتكرموا أنا وياهم مثل الأستاذ جورج عشي، مثل الأستاذ حسين نازك، مثل ناس مهمين في هذا الوطن. هذا الاهتمام بالتراث له بعدين، البعد كيف نحافظ عليه، والبعد الثاني كيف نحن كجيل مش مجرد ناقل للتراث للجيل اللي بعدنا، نحن نعرف كيف نوصل له إياه بأبهى صوره.